أدى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، بمعية فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف رئيس جمهورية الشيشان، شعائر صلاة الجمعة بمسجد حمزة بن عبد المطلب، وذلك خلال زيارة سموه إلى جمهورية الشيشان الصديقة تلبية لدعوة الرئيس الشيشاني لحضور احتفالات الجمهورية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مدينة غروزني. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالنهضة الإسلامية التي تشهدها جمهورية الشيشان والتي بدأت في عهد الرئيس السابق أحمد قادروف وتواصلت مسيرتها حتى عهد فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف التي ساهمت في تعزيز الهوية الوطنية للجمهورية الشيشانية التي ترتكز على دعم الهوية الإسلامية من خلال بناء المساجد ودعم التعليم الإسلامي والتي يوازيها نهضة عمرانية تدفع نحو مزيد من التطور والتقدم بالمجتمع الشيشاني الذي يشكل واحدا من المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية في منطقة شمال القوقاز الواقعة جنوب روسيا الاتحادية.